ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الشيف هيعمل لنا النهاردة نعمل المدفونة بالشعرية. المدفونة بتتعمل بالرز، بتتعمل بالفريك، ولكن لفظ أو مصطلح مدفونة يعني فراخ أو لحم جوه زي قصة الكبسة كده، بس الطريقة مختلفة شوية، التوابل مختلفة شوية. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. معانا فرخة سليمة، الوزن حسب عدد أفراد الأسرة وزنها يعمل تقريباً كيلو وربع. معانا شعرية تقريبا كيلو. معانا بصل وتوم، فلفلة حلوة، بهاراتنا ملح وفلفل وشوية حب. أول حاجة هبدأ بيها الفراخ. الفراخ دي محتاج إن أنا أحضرها وأجهزها للمدفونة. هاخدها زي ما هي كده، نشوف هنعمل فيها إيه وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. حلو أوي، تمام زي الفل. أنا بقى بنصحك لما تروحي للفرارجي أو للراجل اللي بيبيع فراخ، يفضل إنك أنت تجيبي الفراخ سليمة وفي البيت تقطعيها، تضمني عملية التنظيف، عملية تتخلصي من الزفارة إزاي، وتستفيدي من كل حاجة في الفرخة. أنا باخد دلوقتي زي ما احنا شغالين مع بعض كده الورك مع الدبوس، شايفين الحلاوة دي كده؟ باجي للسلسلة دي أنا مش عايزها، وباجي هنا كده باخد الرقبة دي، باخد نصين كده وأحطها في المية تغلي، بصنع بوكي جرني أهو بقى عندي شوية شوربة حلوين بدون مكسبات طعم، وأنا شغال كده واقف زي الفل. شوية الشوربة دي مهمين جدا، هما سر المدفونة. بصلاية حلوة باخدها بحطها في الحلة. أنا عايز أعلمك تبقى في المطبخ إزاي شيف شاطر وتبقي شاطرة ويبقى عندك المرونة والفروسية أو الفراسة في إنك تكوني تتحدى أي شيف للأمانة. يعني أنا دوري كده وأنا واقف بصنع شوية بهارات، شوية توابل حلوين كده. فرخة اللي هو الظهر بتاعها أو السلسلة نزلتها في الحلة بتغلي، بحط بصل، بحط توم، بقى عندي شوية شوربة حكاية. عملتهم وانا واقف في المطبخ واسيبها تغلي على النار على ما نخلص الحكاية بتاعتها. حلو الكلام. ادي الفراخ بناخدها كده بقطعها كده، ادي جزء وادي جزء، وانا واقف تبقى منابات على فكرة. يعني ايه منابات يا شيف؟ يعني الفرخه تكفي العيله والجيران ونعمل عليها حفله واحنا واقفين كده مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه يا شيف مغازي؟ ده الفرخه في ايدك بقى الخروف. تقطع منك انك بتقطع في فخده ضاني. ناخد دي كده زي الفل اهي. ونفس القصه والجناح ده اهو. ايه الحلاوه دي؟ وده نفس القصة. الله، شفت ليه بقول لك تجيب الفراخ من عند الراجل الفرارجي؟ تبدأي انت اللي تقطعيها. الله، خروف قطعناه، بسم الله ما شاء الله. هناخد الفرخة دي زي ما هي كده هنتبلها. توابلنا انا عايز اعملها مدفونة، بس اعملها ايه؟ بطريقتي الخاصة. معلقة نشا بغلف بيها الفراخ أول حاجة. ليه النشا يا شيف؟ هنقول دلوقتي ليه نشا. البهارات بتاعتنا بالشكل ده كده، سلي كده وانت واقف في المطبخ، استعرضي مهارتك. توم ده على الفراخ، اللهم صل على النبي. شوية ملح على الفراخ،
كل ده على البلانشة وانا شغال. فلفل اسود على الفراخ. خلي بالك في زيت هنا شديد الحرارة واحنا شغالين مع بعض كده. عصرة ليمون على الفراخ. حلو؟ كل ده على البلانشة بتاعتي. حلو الكلام؟ شوية بقدونس حلوين على الفراخ. وامسك الفراخ دي يا عم الشيف كده ادلعها بقى. مفيش للزفارة مكان بينا. الله، ايه الحلاوة دي؟ اهي شفت الفراخ تغير لونها ازاي؟ نقف محطة هنا سماها محطة المغازل الإبداع والمهارة الطهوية. عايزة الفراخ دي تعملها كريسبي أهلا وسهلا، عايزة تعملها كبسة أهلا وسهلا، عايزة تعملها طاجن فراخ بالخضار أهلا وسهلا، صينية فراخ بالبطاطس أهلا وسهلا، زي ما انت حباها تقدر تشغليها وتوظفيها زي ما انت عايزاها بالشكل ده. هناخد الفراخ زي ما هي كده يا عم الشيف نسقطها في قلب الزيت. حلو الكلام؟ يلا بينا. خلص الكلام، خلصنا من الفراخ، خلصنا من البلانشة، خلصنا من كل حاجة. وده الطبيعي انك تروقي مطبخك اول باول، تقف رايقة كده وفايقة ومحدش قدك في المطبخ. المنديل اللي انا حاطه تحت البلانشة دي بيسألني المخرج اول ما قطعته ليه، ده بيثبت البلانشة ما بيخليهاش تتحرك على الطاولة اللي انت بتشتغل عليها اذا كان عندك رخامة او عندك اي حاجة تانية. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنتعامل مع الشعرية او الرز او الفريك. كل ده مدفونة يا اما بالفريك يا اما بالبرغل يا اما بالشعرية يا اما بالرز. انا هعملها النهاردة بالشعرية. معايا شعرية ومعايا بصل ومعايا توم ومعايا هريسة او فلفلة حلوة، مكعبين من الزبدة، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض مع شوية البهارات الحلوين. معايا طاسة شديدة الحرارة ومعايا اللغز هنا، والسر حلة بتغلى على النار فيها شوية حب. ايه هو الحب يا عم الشيف؟ حبك للمطبخ، فرستك للمطبخ، انك ازاي تقف في المطبخ يا ست الكل تطلعي الطعم والحلاوة من بين أصابع ايدك العشرة. طريقة أمي وطريقة أمهاتنا كلهم، ازاي أحط حلة بتغلى على النار فيها بصلة فيها تومة فيها شوية روزماري فيها شوية زعتر، ومعايا بالشكل ده كده جزر كرفس زي ما انت عايز. ادي الشوربة عندي اهي زي الفل. بدل ما اجيب مكسبات طعم يبقى اكلي زي اكل ام محمد زي ام سعاد زي ام علي وهكذا. زي الفل. اخد دي كده خليها على النار. اوبا. وناخد النار الشديدة دي كده ونحط معلقتين زيت مع قليل من الزبدة. مع بصلة. مع فص ثوم. الله على الريحة. ونقلب دول كده. واحنا بنحمر يا عم الشيف. الله. نولع النار هنا الأول كده. عشان عايز الشوربة دي تغلي معايا. الفراخ بتتحمر وعايز اعمل نسبة وتناسب ما بين تحمير الفراخ وما بين تسوية الشعرية. هي دي الشطارة بقى، هي دي الفراسة في المطبخ. الفراخ دي لازم تطلع من الزيت تقريبا مستوية، تنزل على الشعرية بعد التحمير تكمل سواها. ننزل بالبهارات بتاعتنا على البصلة بالشكل ده كده. الله، خدت لون البصلة مع التومة مع الطعم مع زيت الزيتون مع الزبدة. اهو الشعرية فين يا عم الشيف؟ انزل بالشعرية. نعم يا غالي، مش مطلوب مني احمر الشعرية، انا مش بعمل شوربة شعرية، بعمل مدفونة. ويفضل الشعرية هنا ما تتحمرش، الشعرية تشرب التوابل مع البصلة والتومة والسمنة. حلو الكلام؟ نقلب كده.
ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهم حاجه شويه الشوربه اللي بيغلوا على النار، دول هدفي مستقبلي فيهم. ما ينفعش اجيب ميه من الحنفيه واحطها على الشعريه دي، لازم يكون عندك شوربه. طب يا شيف مغازي، ما جاش على بالي اللي انت بتعمله ده. في الحاله دي الفرخه اللي انا حطيتها في الزيت تتحمر دي، تسلقيها تاخد الشوربه بتاعتها، وهنا المدرسه هتختلف شويه، الفرخه تبقى مسلوقه هنا وبعد كده تنزليها على الشعريه، دي مدرسه تانيه خالص. ولكن انا بطور من المطبخ واسلوب الطهي، يبقى في بساطه وفي طعم تاني وفي شكل تاني. الشعريه اتحمرت في الزبده، في الزيت، في التوابل، في البهارات، واسيبها على النار كده تتحمص، تتحدى البصله والتومه في التحمير وتتحمص الشعريه عشان ما تعجنش معايا. فيها توابلها ناقصها، الله عليك، ناقصها الملح. حلو، عايزاها سبايسي؟ معانا فلفل حار. مش عايزاها سبايسي؟ ده اختياري. قرن فلفل حلو زي ده كده، بناخده بنقطعه في قلبيها. الله، ناخد الفلفل ده يا عم الشيف نسقطه على الشعريه. شفت بقى المدفونه؟ اهو ده، سمع صوت الفراخ وهي في قلب الزيت. انا شخصيا هاكل الشعريه واسيب الفراخ للضيوف. سيبونا احمر في الشعريه لان محتاج اطلع جمالها ولونها وطعامتها، وانا من الناس اللي بيعشقوا البخار اللي بيطلع بعد ما احط الشوربه على الشعريه بعد التحمير، سواء بنعمل شوربه شعريه او رز بالشعريه. الشعريه بيبقى لها ريحه حلوه كده بتمشي في الشقه كلها، والفراخ عندي بتتحمر. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل المدفونه بالشعريه مدرسه المغازي مع شويه بتنجان متحمرين بالطشه. ما ننساش العصير بتاع النهارده فيتامين سي علشان دخول البرد علينا نستقبله بحفاوه، اللي موجود في الجوافه نستغله مع سموزي مع العسل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معايا شعريه اتحمرت وخدت لون، تتنافس مع بصله وتومه حلوين مفرومين ناعم. مدرسه المغازي، نزلت بالبصله والتومه ونزلت بالشعريه، اتخضينا. قال لك الشعريه ازاي تتحمر مع البصله؟ يا فندم، ما هي البصله لما تتحمر الشعريه هتتحمر في نفس الطريق وفي نفس المدرسه. حلو الكلام، لغايه كده احنا زي الفل. اخبار الفراخ ايه؟ نبص عليها. يا حلاوه، ادي الفراخ بتاعتي زي الفل. ناخد الفراخ دي كده، دي الفراخ اتحمرت. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ فرخه بقت دي كرومه اهيت معايا. بركه بركه يا امي، الله يرضى عليك. كل دي فرخه وزنها لا يتعدى الكيلو و100 جرام تقريبا. حلو قوي، نرجع الزيت تاني. عندي شوربه، نقفل الزيت المزعج ده. حلو، نوفر كهرباء. ناخد الشوربه الحلوه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الله الله على الريحه الحلوه، الله على الجمال. شوربه تعملي منها صينيه بطاطس بالفراخ، شوربه المشروم بالدجاج، شوربه طماطم، شوربه بصل. اهم حاجه التحضير ده، نقلب كل ده. يلا بينا. الله الله يسامحك يا شيف، ده الشعريه دي انا بستهون بيها، محدد اقامتها ما بين شوربه شعريه وخلص الكلام. فجاه واحده الاقيك عامل مدفونه بالشعريه، يعني اكله زي دي. شايفين البكبكه دي؟ ودايما وانت واقفه في المطبخ، لان خلي بالك الزيارات الحلوه
ما بتتفاجئش غير وانت واقفه في المطبخ، فجاه تلاقي حماتك بتخبط الباب. ده وقته يا حمات، ما مش محتاجه الست جايه بنت ابنها محتاجه تخبط الباب؟ لا طبعا، تيجي وقت ما تحب. يبقى مطبخك رايق ورايقه زي الفل، ما هو الشيف كده واقف ايده في النظافه، والمخرج بيقول لي في وداني ايه، نظف البوتاجاز علشان الصوره تطلع حلو. اقول له حاضر. حلو، ده دوري. طيب تعالوا مع بعض نعمل طبق بتنجان بيتكلم مصر. نعمله ازاي؟ مقاديره على الشاشه. بتنجان بيلمع، ابو قلب ابيض. ايه الصوره الحلوه اللي على الشاشه دي؟ ايه الابداع ده؟ فين الفرخ؟ دي كرومي في قلب الحله تكفي العيله والقرايب. معانا بتنجان ومعانا تومه، دبس الرمان او بديل منه هريسه حلوه، ومعانا بقدونس وزيت زيتون وليمون وملح وفلفل. بساطه، سهوله، مرونه. انا عايز نار هاديه عشان الشعريه دي لازم تستوي على نار هاديه، وانا واقف جنبها كده لحظه الولاده للمدفونه الحلوه. اوعى تشيط منك الشعريه غير الرز، خلي بالك. شفتي؟ يا سلام على شويه الشعريه اللي بيبقوا ماسكين في الفرخه دي كده. زي الفل. للامانه للامانه هي عايزه حاجه حلوه. عايزه ايه يا عم الشيف؟ نهد النار كده. حلو قوي، ونحط لها شويه شوربه اللي عندي دي، ونغطيها ونسيبها تعيش مع نفسها، وناخد بعضينا ونشتغل في البتنجان ونولع الزيت بتاعنا. بصراحه المدفونه انا عاجبني الشعريه اللي مع الفراخ. قلش بقى شويه الشعريه دول حكايه من جور السعيد، ربنا بيكرمه وبيسعد. هناخد المدفونه نغرفها عشان عندي عصير عايز اعمله. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده اللي عالي بالله عليك يا مخرجنا. جيب لي تفاصيلها كده. الف انا وشفا. اكلي ولادك كده والعيله والقرايب والحبايب كيس شعريه من اي سوبر ماركت على ناصيه الشارع، فرخه وزنها كيلو. عملنا طبق جميل جدا يتحدى الفخده الضاني، يتحدى الديك الرومي. حلو قوي والله. الجرنش بتاعي او البرزنتيشن حاجات بسيطه كده وسهله، وانا واقف لما بنقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير. مش من الفراغ. الف هنا وشفا للي ياكل. عايز اعمل دلوقتي عصير، عصير السعاده، عصير فيتامين سي، موجود في الجوافه البلدي بتاعتنا، بتاعت الريف المصري والصعيد المصري، موجوده عند اي فكهاني. معانا جوافه تعبنا لغايه لما شلنا البذر بتاعها. للامانه انا مش بحب حاجتين، لا بذر الجوافه ولا بذور الرمان. حلو. ومعانا عسل، ومعانا خلاط. حلقتنا النهارده ببساطة، سهولة، مرونة. قدرنا إن احنا بتكلفة قليلة جدا بنفس المقادير بنفس الماتيريال نعمل قيمة غذائية، نعمل أكل مختلف في الشكل وفي اللون وفي الطعم. عملنا مدفونة الشعرية بالدجاج، عملنا البتنجان بالطش على طريقة الشيف المغازي، الشكل والمضمون مختلف. عملنا عصير بيساعد على الهضم، قيمته الغذائية عالية جدا، مفيد للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في الوقت واحد. الجهاز الهضمي النعناع، الجهاز التنفسي فيتامين سي. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل ما عشت القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان خفة الدم. كلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو.